إلى دلتا مصر، إلى محافظة المنوفية تحديدا. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ معتز حجازي المتحدث باسم المحافظة. أستاذ معتز، أهلا وسهلا بحضرتك. محافظة المنوفية في ثالث الأيام، تقييم شامل لما جرى على مدار اليومين الماضيين وما بذلته المحافظة من مجهودات. صباح الخير يا فندم، صباح الخير أحمد بيه، صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. محافظة المنوفية يمكن عملت مجهود كبير ورجال المحليات في خلال الأيام الماضية. من السيد محافظ المنوفيه اللواء ابراهيم ابو ليمون، بمجرد معرفتنا باوضاع الطقس القادم علينا تم رفع درجه الثلاثه القصوى لمواجهه موجه الطقس السيء اللي كانت تشهدها البلاد. تم تفعيل غرفه عمليات بكافه الوحدات المحليه لمراكز ومدن المحافظه وربطها بالغرفه الرئيسيه بالديوان العام. تم الغاء كافه الرحاط لكل المرافق الحيويه. والسيد المحافظ بمتابعه مستمره مع رؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن ومديريات الخدمات من تموين ومن صحة ومن إسعاف ومن مديرية التضامن الاجتماعي، أيضا بسبب بعض الحالات اللي كانت في بعض البيوت والمنازل اللي تم التصدع فيها أو انهيار في بعض القرى داخل المحافظة. متابعة مستمرة. يمكن الرجال لغاية النهاردة، رجال المحليات وشركة المياه، موجودة حتى الآن في الشوارع بترفع بكميات كبيرة من المياه داخل المحافظة في جميع أنحائها. محافظة المنوفية في بعض قراها، كما هو الحال في قطاع واسع من قرى دلتا وصعيد مصر، أغلب القرى ربما الطرق ليست مرصوفة فيها، على الأقل على مستوى الطرق الداخلية، ما يعني تضرر هذه الأراضي أو الأرضيات أو الطرقات. التعامل معها بيتم بأي مستوى أستاذ معتز؟ احنا برضو عشان نبقى بنتكلم بشكل واضح، نعم القرى تأثرت بشكل واضح جدا جدا واكثر من المدن بكثير. بنية تحتية بنتكلم وبنتحدث عن إرث قديم بنحاول نعالجه بكافة الأدوات والآليات والإمكانيات المتاحة داخل المحافظات، ومنها محافظة المنوفية. عندنا نتعامل، عندنا حوالي 612 معدة موزعة توزيع على كافة المراكز والمدن داخل محافظة المنوفية لمحاولة الوصول لاعلى درجات يعني مش عايز اقول ارضاء المواطن، ولكن بقدر الامكانيات والادوات المتاحه لنا بالتعاون مع مديريه الطرق وبالتعاون مع الوحدات المحليه المتفرقه داخل مراكز المدن المحافظه. يا استاذ معتز، حضرتك اشرت الى المنازل المضاره او المنازل اللي عانت تصدع في بعض قرى محافظة المنوفية، هل هناك عمليات حصر ستتم بعد انتهاء وانقضاء هذه الموجة، ولا الحصر بيتم أولا بأول مع وقوع الحالات؟ الحصر بيتم أول بأول. فعلا عندنا غرفة عمليات بتحصر هذا من ضمن كثير من الأحداث الموجودة عندنا، وبالتالي احنا مركزين على موضوع البيوت أو المنازل اللي بتصاب أو أصابت بضراء أو بشكل من أشكال التصدع أو الانهيار، بيتم حصرها. فكرة بس إن احنا بعد الموجة ديت إن شاء الله بإذن الله بيتم الهيئات الهندسية والإدارات الهندسية داخل كل مراكز المدن بيتم حصرها إذا كانت خارج الحيز العمراني أو داخل الحيز العمراني، وبنبتدي ناخد إجراءات مع مديرية التضامن الاجتماعي بتعليمات من السيد اللواء إبراهيم أبو ليمون، لأن احنا بنقول دايما احنا مع أهالينا في هذه الظروف قدر استطاعتنا قدر الإمكانيات المتاحة. الأراضي المطلة على نهر النيل في محافظة المنوفية في مراكز أشمون ومنوف وربما بعض المراكز الأخرى اللي فيها أرض زراعية مطلة على نهر النيل مباشرة، هل عانت أي تضرر؟ هل هناك حصر لطبيعة الزراعات التي قد تكون أضيرت من هذه الموجة أستاذ معتز؟ أيضا هناك بعض الزراعات التي أضيرت بشكل طبيعي جدا جدا بسبب الظروف زي ما بقول لحضرتك، ظروف الطقس، ولكن أيضا بيتم حصرها عن طريق مراكز المدن، وإن شاء الله بإذن الله أيضا هيكون في إجراء مع أهالينا أصحاب مثل أصحاب هذه الزراعات بأمر الله بالتعاون مع مديرية الزراعة اللي بيتم حصرها من 48 ساعة من مجرد بدء هذه الموجة. أخيرا أستاذ معتز، كفاءة التيار الكهربائي والمياه في أغلب أو في كل مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، عادت إليها الكهرباء والمياه بصورة طبيعية؟ احنا عايزين نقول ان احنا عملنا يمكن على فترات متقطعة من 48 ساعة الماضية عملنا مجهود كبير جدا جدا. تقريبا التيار الكهربي اصبح مستقر في كافة انحاء المحافظة، ايضا شركة المياه وصلت لكافة انحاء المحافظة المياه وعادت الامور الى مجاريها بفضل الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ معتز حجازي المتحدث باسم محافظة المنوفية منضما الينا عبر الهاتف.